هل تعلم أن الحب في الله والأداوة في الله من الأعمال الصالحة؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فلنستمع إلى قصة هجرة موسى. أوحى الله إلى موسى: هل فعلت بي شيء قط؟ قال: نعم، صليت عليك وصمت وأمديت وذكرتك. قال الله تعالى: كل ما قلته كان لنفسك، لكن بالنسبة لك الصلاة هي علامة الحقيقة، والصوم جنة النار، والصدقة مذلة فوق رأسك في ظلمات، والذكر نورة تسكن في شؤائه. ما العمل الذي فعلته بي يا موسى؟ قال موسى: يا ربي، لا أعلم إلا هذا، أرشدني بنفسك. قال الله تعالى: هل أحببت يوما لأحد أو أبغضت لأحد؟ وبهذا السؤال عرف موسى عليه الصلاة والسلام أن أفضل الأعمال الصداقة في الله والأداء في الله.